طالبوا هاد الناس، حنا ما حبسنا على المشروع ديالو، حنا يبني الله يعاونو، ولكن إذا تحرك التراكس ولا تيتحركوا الكاميو تيتحركوا هنا الحيوط، هنا الحيوط عشوائية محطوطين فوق التراب، وهاد الناس راه كبروا في واحد الوضعية خايبة، ودوكا تهز زيادة الوقت وتحلت الدنيا عينيها، ولكن شي عاد بغى يدير حاجة أخرى تاهي خايبة، ما يمكنش، راه الناس عاد زيادة ليهم الوضعية ديالهم، عاد ولا تحلوا العين ديالهم، عاد ولا تيشوفوا. المهم كده ما كتيشوفوش، كان غير الاخر شوف هنا كان هو الخايب، الرساله هو يدير معنا حل، المهم هو يبني ولا يدبر شغلو هذاك بني ديالو هذاك وبلادو هادي، هي الحيوط تيتحركوا لنا الله يجزيكم بخير، راه مول البلاد اللي هادي هاد الدوار، مول البلاد مولاي المهدي. هذا السيد راه سميتو ما حبسناش الا باغي يصايب شغلو، ولكن يحسن معنا الوضعيه وحنايا قدام هنايا في هذه البلاصه. راه باللي مازال ما ساكن فيها حتى واحد، باقي غير هي الفراين ديال الجير تيطيبوا الجير هنا من باب دكالة، وغير الفراين حتى سيد الحاج ببراين، وحنا ساكنين هنا في هذا الدوار. حسن معنا وضعية، عطينا السكن يكون زوين، وحتى حنايا ما ربنا ليه من داك الشيء اللي طالب. حنا بين الناس بين هذا السيد هذا يدير معنا شي حل، حيت حنا متضررين دابا الصباح هذا تفاجئنا حنا بهاد الآليات اللي كانوا داروا لنا ضوضاء وداروا لنا تزعلنا الاستقرار ديالنا، وعندنا حنا دابا السكان حنا متضررين هنا بزاف، حنا اللي حبسنا الساكنه اللي حبساتو هذا الصباح هذا.